ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف معناه طلب الكيفية، طلب كيفية الشيء وحقيقة الشيء، طلب كيفية الشيء وحقيقة الشيء، هذا التكييف. فأهل السنة والجماعة لا يكيفون أسماء الله وصفاته، يعني لا يسألون عن كيفيتها ولا عن حقيقتها التي هي عليها، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يؤمنون بالاستواء، استواء الله على العرش، ولكن لا يعلمون كيفيته، كيف يستوي على العرش، ويؤمنون بأن الاستواء ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وإنما هو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله، سأله رجل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ رجل يسأل عن الكيفية. فأطرق الإمام مالك رحمه الله، يعني خفض رأسه حياء من الله، خوفا من الله، حتى علته الرحضاء يعني العرب، لأن هذا سؤال مكروه، فيه سوء أدب مع الله جل وعلا. ثم رفع رأسه رحمه الله وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء. ثم أمر به فأخرج من مجلسه. وقوله الكيف مجهول، هذا هو المقصود، أن كيفية الاستواء مجهولة لنا، لأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما معنى الاستواء فنؤمن به على حقيقة، المعنى معلوم، ولهذا قال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى. وأما الكيفية فهي مجهولة لنا، والإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ما كان السلف يسألون عن الكيفية. وكذلك النزول، ثبت في الحديث أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فنحن نؤمن بالنزول كما جاء وصح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الكيفية، كيفية النزول كيف ينزل، هذه مجهولة لنا، لا ندخل فيها ولا نبحث عنها، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكما أننا لا نعلم ذات الله جل وعلا، فلا نعلم الصفات أيضا، لأن الصفات تبع للذات. فكما أن الذات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فكذلك الصفات. ولهذا يقولون: إذا قال لك الجهل كيف استوى، فقل له كيف هو. فإن قال: لا أعلم كيف هو، فقل له: أنا لا أعلم كيف استوى. لأن الاستواء فرع عن الذات، الصفات فرع عن الذات، وكما أن الذات الإلهية مجهولة لنا، وكذلك الصفات مجهولة لنا، لا ندخل في كيفيتها. ولهذا يقول: من غير تكييف ولا تمثيل، يعني لا نسأل عن كيفيتها، لا كيفية الاستواء، ولا كيفية النزول، ولا كيفية الوجه لله سبحانه وتعالى، ولا كيفية اليد لله سبحانه وتعالى، ولا كيف يتكلم. نثبت أن الله يتكلم، ولكن كيفية التكلم لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ونحن نمسك عن هذا ولا نبحث فيه أبدا، ونعتقد أنه يخالف صفات المخلوقين وكيفية صفات المخلوقين، ولا ندخل فيما لا نعلمه،
قال الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. نحن نمسك عن هذه الأمور غير تكييف ولا تمثيل. التمثيل هو تشبيه صفات الله بصفات الخلق، تشبيه صفات الله بصفات خلقه، هذا هو التمثيل والتشبيه، هذا يسمى تشبيها ويسمى تمثيلا. فنحن نعتقد ان لله اسماء لا تشبه اسماء المخلوقين، وله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، كما ان له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين. والتمثيل هذا ممنوع في كتاب الله وفي سنة رسوله، قال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، قال تعالى ليس كمثله شيء. وسيأتي من الآيات ما يبطل التمثيل. الذي يعتقد أن يد الباري مثل يد المخلوق، أو أن وجه الباري مثل وجه المخلوق، أو أن استواء الله على عرشه مثل استواء المخلوق على السطح أو على الدابة أو على الكرسي، هذا من التمثيل الممنوع الذي لا يجوز، لأن الله جل وعلا له صفات خاصة به لا تشبه صفات خلقه. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لعابد النصران، فهو النسيب لكافر النصران، لأن النصارى هم الذين شبهوا الله جل وعلا بخلقه. من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لكافر النصران، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. فلا يعطل ولا يشبه. لأن الله جل وعلا لا يشبه خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته، وإن كانت الأسماء والصفات تشترك في اللفظ والمعنى، لكن في الحقيقة والكيفية لا تشترك، الحقيقة والكيفية لا تشترك، وإن اشتبهت في اللفظ والمعنى. فالمخلوق يقال له عليم، بشروه بغلام عليم، يقال له حليم، بشروه بغلام حليم، الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله رحيم ورؤوف، لكن هذا اشتراك في اللفظ فقط والمعنى العام، أما في الحقيقة والكيفية فلا تشابه بينهما، لا تشابه بينهما أبدا. هذا معنى قوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. فالقسم الأول مخالفة للمعطل، والقسم الثاني من غير تشبيه ولا تمثيل مخالفة للممثلة والمشبه، مخالفة للممثلة والمشبهة. أهل السنة وسط بين الفريقين، لا يعطلون ولا يشبهون، بل يثبتون من غير تعطيل، يثبتون خلافا للمعطلة، من غير تكييف خلافا للمشبهة. ما الدليل على هذا؟ الدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير،
ولهذا قال بل يؤمنون أي أهل السنة والجماعة يؤمنون أي أهل السنة والجماعة لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه آية من كتاب الله عز وجل، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سورة الشورى. فقوله جل وعلا ليس كمثله شيء هذا رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطل، فأثبت لنفسه السمع والبصر خلافا لقول المعطلة، ونفى عن نفسه التشبيه والتمثيل خلافا لقول المشبهة والممثل. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. فيؤخذ من هذا الكلام المختصر أن أهل السنة والجماعة يسيرون على قواعد في باب الأسماء والصفات، على قواعد عظيمة. القاعدة الأولى أنهم يؤمنون بما سمى الله به نفسه في كتابه، بما وصف الله نفسه به وسمى به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يؤمنون بهذا، يعني يصدقون بهذا ويعتقدون في قلوبهم ولا ينكرون. فمن وجد في نفسه استنكارا او في قلبه نفورا من هذا فليراجع ايمانه. اهل السنه والجماعه مطمئنون يؤمنون بذلك، هذه القاعده الاولى، الايمان الذي لا يعتريه الشك باسماء الله وصفاته. القاعده الثانيه أنهم لا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال يؤمنون بما وصف الله به نفسه في كتابه، في كتابه، وما وصفه به رسوله يعني في سنته. فأهل السنة والجماعة لا يعدون هذا الأصل. ولا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجيئون بشيء من عند أنفسهم، فلا يسمون الله باسم ليس في كتابه ولا في سنة رسوله، ولا يصفون الله بصفة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله، لأن هذا الأمر توقيفي، باب الأسماء والصفات توقيفي لا مدخل للعقول والاجتهادات فيه أبدا. الدستور في هذا هو الكتاب والسنة. القاعدة الثالثة أن إثباتهم للأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تعطيل، وأن تنزيه الله أن إثباتهم للأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تمثيل، وأن تنزيههم لله من غير تعطيل، من غير تعطيل، فهم ينزهون الله من غير تعطيل، ويثبتون لله الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تمثيل، فهم يبرؤون من طريقة المعطلة ومن طريقة الممثلة. ولهذا يقولون إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، لأن المعطلة غلوا في التنزيه
حتى نفوا أسماء الله وصفاته. والمشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله تعالى بخلقه. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط. تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تشبيه ولا تمثيل، لاحظوا هذا فإنه دقيق. هذه القواعد قواعد عظيمة في هذا الأمر. فهم يثبتون لله الأسماء والصفات من غير التشبيه، وينزهون الله عن النقائص من غير تعطيل، بل هم وسط في هذا الأمر، وكل مدارهم على الكتاب والسنة في غير الكتاب والسنة، لأن هذا الأمر كما قلت أمر توقيفي. ثم قال الشيخ رحمه الله عن أهل السنة والجماعة، قال: فلا ينفون عن الله أسماءه وصفاته. هذا خلاف للمعطل. لا ينفون أي أهل السنة والجماعة عن الله أسماءه وصفاته كما تفعله المعطلة. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه كما تفعله المؤولة. لا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته في صفات خلقه. هذا كله متفرع على القواعد السابقة، متفرع على القواعد السابقة. لا ينفون عن الله أسماءه وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة كما تفعله المعطلة، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته التحريف. سبق لنا معنى، سبق لنا معنى التحريف، لكن الإلحاد ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ما معناه؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والله جل وعلا أثبت لنفسه الأسماء، وصف بأنها حسنى، وأمر بدعائه بها والتوسل إليه بها، ونهى عن الإلحاد فيها، وتوعد الذين يلحدون فيها. فما هو الإلحاد؟ الإلحاد في اللغة الميل، الميل يقال ألحد إذا مال عن الاتجاه الصحيح. إذا مال عن الطريق يقال لحد عن الطريق، أي مال عنه. ومنه سمي اللحد الذي في القبر لأنه مائل عن سمك القبر إلى جنبه. أنتم ترون اللحد يكون في جانب القبر من الجهة الغربية حول، نعم هذا كل يرى. سمي لحدا لماذا؟ لأنه مال عن سمك القبر وصار في الجهة الغربية منه، وقد يكون في الجهة الشرقية أيضا. المهم أنه يكون على جانب من القبر، فلما صار على جانب سموه لحدا لأنه لحد أي مال عن سمت القبر. هذا من حيث اللغة،
أما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فهو الميل بها عن حقيقتها، الميل بها عن حقيقتها التي أرادها الله ورسوله إلى مذاهب منحرفة، مذاهب الجهمية، مذاهب المعتزلة، مذاهب الأشاعرة، سائر علماء الكلام، الميل بها عن الحق إلى المذاهب الباطلة بتحريف أو تأويل أو تفويض أو غير ذلك، كل هذا يسمى إلحاد. فالإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عن الحق إلى الباطل. وهو على خمسة أنواع، الإلحاد في أسماء الله وآياته على خمسة أنواع. النوع الأول أن يسمى بها الأصنام، يسمون الأصنام بأسماء الله كما سموا اللات والعزى ومنات، قالوا اللات من أسماء الله، مأخوذ من الإله، اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، فهم استقوا لها أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. وكما سموا الأصنام آلهة، سموها آلهة، والإلهية إنما هي حق لله سبحانه وتعالى، فقالوا لا تذرن آلهتكم، سموها آلهة مع أن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، أما هذه فليس لها إلهية باطلة. هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، أن توضع على الأصنام. النوع الثاني من الإلحاد بأسماء الله أن يسمى الله باسم لم يسمي به نفسه، أن يسمى الله باسم لم يسمي به نفسه، مثل ما سمت النصارى الله بأنه الأب، قالوا الأب يعنون الله سبحانه وتعالى، والإبن هو المسيح وروح القدس، تثليث، عقيدة التثليث عندهم، عقيدة التثليث، الأب والابن وروح القدس، فسموا الله أبا، والله لم يسمي نفسه أبا، لم يسمي نفسه أبا، لما هذا من عندهم. وكما تسميه الفلاسفة بالعلة، العلة الفاعلة، يسمون الله العلة الفاعلة أو العلة الموجبة أو علة العلل كما يقولون، تعالى الله عن ذلك، علة ومعلول وعلة موجبة أو القوة الخفية أو ما أشبه، هذا الله لم يسمي نفسه بهذه الأسماء، هذا من الإلحاد في أسماء الله، وهو إدخال ما ليس منها إدخاله فيها. النوع الثالث أن يوصف الله بصفة لم يصف نفسه بها، كما وصفته اليهود بأنه فقير، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وكما قالوا يد الله مغلول، فهم وصفوا الله بهذه الصفات الناقصة، تعالى الله عما يقولون، وصفوه بأنه فقير، وصفوه بأن يده مغلولة، تعالى الله عما يقولون. هذا من الإلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع
الإلحاد في أسماء الله بتأويلها على غير معناها الصحيح، بتفسيرها وتأويلها على غير المعنى الصحيح، كما قالت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة بأن يد الله قدرته وأن وجهه ذاته وأن رحمته نعمته إلى غير ذلك، فهذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته بأن غير معناه الصحيح إلى معنى لم يرده الله ولا رسوله، وفسرت بتفسير باطل لم يرده الله ولا رسوله. هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وكذلك التفويض، تفويض هذا من الإلحاد، تفويض اللي يقول أسماء الله وصفاته لا يعلم معناها إلا الله، نحن لا نعلم، ليس لها معنى معقول، فهي ألفاظ نقرأها ونكل معناها إلى الله، هذا يجحد، يجحد المعاني التي دلت عليها، يجحد المعاني التي دلت عليها وأراده الله بها. ولا أحد من السلف قال إن، ما أحد من السلف، سلف الأمة وعلماء الأمة المعتبرين قال بالتفويض، وقال إن معنى الصفات الأسماء والصفات لا يعلمه إلا الله، إنما قالوا الكيفية، الكيفية لا يعلمها إلا الله، أما المعنى فإنه معلوم. ولهذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم، وقالته قبله أم سلمة أم المؤمنين، يروى هذا عنها رضي الله عنها، قاله كثير من السلف، لأن معنى الصفات، لا معنى الأسماء والصفات معلوم، وأما كيفيتها فهي مجهولة. الذين يقولون معنى الصفات لا يعلمه إلا الله فهؤلاء من الملحدين في أسماء الله والصفات. النوع الخامس تشبيه صفات الله بصفات خلقه وتمثيلها بصفات خلقه كما عليه المشبهة، كما عليه المشبهة الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات، غلوا حتى مثلوها بصفات المخلوقين وصفات المخلوقين كما عليه بعض الشيعة ومن يسير على هذا النهج، وهو مثل التمثيل والتشبيه، تشبيه الله عز وجل. ولهذا يقول نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري، يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه ولا تمثيل. فالذي ينفي الأسماء والصفات يكفر، والذي يشبه أسماء الله وصفاته بصفات خلقه يكفر أيضا، وليس في ما وصف الله تسمى به نفسه تشبيه ولا تمثيل. ولهذا يقولون المشبه يعبد صنما، المشبه يعبد صنما لا يعبد الله، وإنما يعبد صنما تخيله في نفسه، والمعطل يعبد عدما، المعطل الذي ينفي أسماء الله وصفاته يعبد عدما، لأنه إذا نفى أسماء الله وصفاته فقد نفى الله، نفى وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد أحد، لا يوجد أحد ليس له أسماء ولا صفات، هذا مستحيل، لا يوجد
أحد ليس له أسماء ولا صفات، هذا مستحيل. إذا يكون يعبد عدما غير موجود، المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا، هذا معنى ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته، هذا سبق لنا معنى التكييف ومعنى التمثيل، سبق لنا بصفات خلقه لا يمثلونها بصفات خلقه، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال رحمه الله: لأنه سبحانه لا سمي له ولا ند له ولا كفء له. هذه ألفاظ معقولة من القرآن. لا سمي له، قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي أحدا يستحق اسمه على الحقيقة؟ لا أحد يستحق اسم الله على الحقيقة، وإن تسمى به في اللفظ لكن في الحقيقة لا يستحق اسم الله جل وعلا. لا يستحق، يسمى رحيم، يسمى رؤوف، يسمى عليم وحكيم، يسمى المخلوق، ولكن لا يستحق معاني هذه الأسماء على الحقيقة إلا الله جل وعلا. هل تعلم له سمية، أي لا أحد يساميه سبحانه وتعالى ويستحق اسمه على الحقيقة. ولا ند له، قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو الشبيه والمثيل والنظير، هو الشبيه والمثيل والنظير، ليس لله سبحانه وتعالى أشباه ولا نظراء ولا عدلاء من خلقه سبحانه وتعالى. ولا كفء له، قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافئ الله جل وعلا، بمعنى أنه يساوي الله عز وجل في أسمائه وصفاته، لا أحد يساوي. الكفو معناه المساوي والمشابه والمماثل للشيء، فإنه سبحانه لا سمي له ولا ند له ولا كفء له، ولهذا لا يجوز تمثيله لخلقه سبحانه وتعالى. هذا رد على الممثلة أيضا. ثم قال: ولا يقاس بخلقه، الله جل وعلا لا يقاس بخلقه. القياس معناها الحاق النظير بالنظير في حكم من الأحكام، الحاق النظير بالنظير في حكم من الأحكام لعلة تجمع بينهم. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه، لأنه ليس له نظير، ليس له شبيه، وليس له مثيل، فلا يقاس بخلقه. إنما القياس بين المتشابهين والمتماثلين. ولهذا في الأحكام الشرعية القياس معناه الحاق الفرع بالأصل في الحكم، أليس كذلك؟ لتشابه بينهما، لأن الفرع يشبه الأصل فألحق به في الحكم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد،
الورق النقدي اليوم ما هو بذهب ولا فضة، لكن يلحق بالذهب والفضة لأنه مثله في كونه نقدا وثمنا للأشياء، ثمن للأشياء ونقد، سكة للناس يتعاملون بها عملة، كما أن الذهب والفضة عملة، الأوراق النقدية عملة، لذلك تلحق بها في الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. قال البر بالبر، إذا ما حكم الذرة والدخن والأور؟ هذه ما ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تلحق بالبر وبالشعير بجامع الطعمية، في كل من أن كل منهما طعام يؤكل ويدخر، أو بجامع الكيل أن كل منهما يكال ويدخر. هذا هو القياس. الله جل وعلا لا يشبه خلقه حتى يقاس عليهم ويشبه بهم، فهذا نفي القياس بين الله وبين خلقه، فيه إبطال التشبيه وإبطال التمثيل. لهذه الأمور كلها فإنه يبطل التشبيه والتمثيل بين الله وبين خلقه. وأيضا أسماء الله وصفاته لا تدل على التشبيه والتمثيل، للفارق بين الخالق والمخلوق